طيب، تاني خبر هو عن طفل عنده 13 سنة اسمه حسن وطني، وحسن قرر ان هو يعمل كرسي للأطفال اللي بيكون عندهم conditions أو عندهم احتياجات خاصة بالذات الناس الأوتستيك أو اللي عندهم توحد، والكرسي ده هيستخدم في السينمات. هو مش كرسي عامة، هو كرسي للسينمات للأطفال اللي عندهم conditions أو حالات خاصة زي التوحد. والعمل الاختراع ده هو طفل عنده 13 سنة اسمه حسن وطني، والكرسي ده هيتحط اوريدي في بوكس سينماز، لأن الكرسي معمول مع جمعية المصرية للتوحد وفوكس سينماز وحسن وطني. يعني هو عمل الكرسي وهو اخترع فكرته وهو اللي عمل ديزاين وكل حاجة، بس هم ساعدوه في التنفيذ وساعدوه ان هم تبنوا المشروع بتاعه ده. وده كان بسبب ان مصر عندها رؤية اللي هي 2023 ان يكون انها تقوي تشدد على الدعم والدمج بتاع القدرات الخاصة الموجودة في المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص زي فوكس سينماز ومؤسسات المجتمع المدني زي ما قلنا الجمعية المصرية للتوحد، وطبعا القدرات الخاصة هنا الولد حسن ان هو اخترع الكرسي ده وعمل فكرته. بجد بجد كيوت جدا، يعني هو حاجة لطيفة الكرسي ايه جدا. ميكانيزم ايه معين؟ بصي انا نزلنا الصور امبارح، بس هو يعني مش متاكده ايه، بس اي ثينك هو كرسي سودينج شويه وحجمه اصغر شويه من الكراسي اللي هي بتبقى overwhelming. انت طبعا كحد عايزه تبقي مستمتعه بالكرسي الكبير وانت في السينما واخده راحتك، بس اي ثينك حد ممكن يكون عنده سبيشال بالظبط، الكرسي فعلا ستيف اكتر شويه، اصغر شويه، الديزاين بتاعه مختلف شويه عن كراسي السينما اللي احنا عارفينها. فاي ثينك هو مدروس بطريقه معينه ومعمول بطريقه معينه ان هو يلائم الاطفال اللي عندهم حالات خاصه بالذات التوحد. وزي ما قلنا انه البروجكت ده معمول من الطفل حسن وطني اللي عنده 13 سنه بالتعاون مع الجمعيه المصريه للتوحد وسينمات فوكس، واعتقد ان هو هيبتدي امبلمنتوه ويتحط في السينمات فوكس. حلو قوي، فيري نايس انيشيتيف، وحلو ان اسم كبير زي فوكس يخش عندهم في السينما، شيء مهم جدا. وانا شايفه ان احنا المفروض يكون في اكسسبيليتي اكتر لذوي الاحتياجات في مصر ان جنرال، يعني ودي حته اي ثينك ان احنا شويه وي ار لاكينج فيها. يعني في اماكن كتيره بتروحيها، اماكن كتيره كوميرشال، منها مثلا السينمات بتلاقي سلالم كتير بالظبط، مفيش مثلا اليفيتر اكسس سهل، بيبقى ممكن بعيد جدا عن الديستنيشن اللي انت عايزه تروحيه، فانت اصلا بتكسري تروحي يعني. بالظبط، ومدرجات السينما نفسها، يعني انا بشوف ان لازم يكون اول روز مثلا عشان ما بيطلعلهاش بالسلالم تكون هي لذوي الاحتياجات الخاصه، صحيح. عشان خاطر بجد هيعانوا ان هم والاسرهم كمان، يعني في اوقات بتبقى مثلا الكرسي ده او الحاجه دي لحد معين، بس هي بجد مش طب هو هيقعد لوحده، هو اكيد معاه صحابه واكيد معاه عيلته، فلازم يبقى انه فعلا زي ما انت بتقولي اللاين كله مثلا او المكان كله مؤهل انه في اي وقت حد حب ان هو يقعد في حاجه، حد عنده احتياجات خاصه، حد ومش بس فيزيكال كمان زي ما بنقول حد زي طفل عنده توحد او يبقى كل ده ابليكابل بقى وفيزيبل وسهل ان هو يبقى موجود دلوقتي. يعني لو مش هنحط الكراسي دي في الارض تبقى ايزلي اللي هو فيه النهارده كذا او بالظبط، او في الفيلم ده هيحضر حد محتاج الكرسي ده، خلاص هنحط الكرسي ونشيل الكرسي تاني، فاهمه؟ فيبقى حاجه كده خبر حلو ومبسوطه قوي ان مصر is making moves in very different departments وinvesting في حاجات ليها علاقه بالذوي الاحتياجات الخاصه، ان احنا it's time we keep up، لانه بلاد كتيره بقت they're fully integrated into society، في بلاد تانية كتير و it's about time، لان هم they make a big part of the population هنا كمان. نهائي، فده انجاز حلو قوي.